بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على البطارية بتاعة العربية. طبعا في ناس اتكلمت عليها كتير، ودايما مفيش حد في الدنيا عنده عربية إلا البطارية عملت معاه مشكلة، ودايما تحصل مشكلة يا الصبح والواحد رايح الشغل، أو عنده مشوار مهم، أو يوم حد والميكانيكية والكهربائية قافلين. المفروض كل واحد عنده عربية يبقى عنده جهاز افوميتر زي ده، ثمنه أقل من 10 لتر بنزين. ده يعني هيوفر علينا أو هيحمينا من 95 أو 97% من مشاكل البطارية، ونبقى مطمئنين اللي ما تحصلش معانا أي مشكلة في أي وقت وتعطلنا عن شغلنا أو مصالحنا. هما 7 خطوات بسرعة هنقولهم وهنشوفهم في الجزء العملي في نهاية الحلقة، ازاي نقيس البطارية ب7 خطوات ونعرف العيب، هل العيب ده عيب بطارية ولا عيب دينامو. هنبدأ الأول. أول حاجة، في نقطة كمان، إن احتمال تبقى البطارية، بس الحالة دي طبعا لما نكون لسه جايبينها جديد، لأن حصلت واحد جالي البطارية لسه جايبها جديد وبقالها يوم يعني، وتاني يوم جابها لقى البطارية نايمة ومنفوخة وعاملة حمض. طب ايه المشكلة؟ طبعا راح بتاع البطاريات، او لا الشحن عندك زيادة بوظ البطارية. في منتهى البساطة تتقاس شحن الدينامو، مظبوط طلع مظبوط. المهم طلع في الاخر ان ده عيب صناعي من البطارية، من اللحام اللي فوق بيسرب حمض، واتغيرت وبقت زي الفل وخلاص وانتهينا. ده مبدئيا دي حالات قليلة بيكون عيب صناعي لما تكون البطارية لسه جديدة. الحاجة التانية، أول ما نبدأ الصبح نشغل العربية، في ناس كتير ما بتاخدش بالها من نقطة مهمة، اللمبة التابلو كلها بتنور لما نعمل الكي اون اللي هو الاجنيشن، المفتاح الكونتاكت يعني، نعمله المفروض التابلو كله بينور قدامنا، منه لمبة البطارية اللي زي دي كده. دي لو ما نورتش اصلا وانت لسه بتبدا تدور على العربيه، ده يدل ان في مشكله في شحن الدينامو. يعني انت لو البطاريه ممكن تشتغل معاك، تقوم العربيه وتمشي وتروح مشوارك وتيجي ويومين وثلاثه والدينامو مش بيشحن، انت بتسحب من المخزون اللي جوه البطاريه نفسه. احنا دايما بنخلي بالنا والعربيه ماشيه واللمبه دي لو نورت هنقول اه الدينامو قطع، انما لو انت لسه بتشغل والبطاريه ولمبه البطاريه دي مطفيه، يعني معنى كده الدينامو مش بيشحن اصلا. اوكي، نبدا بقى في اول اختباراتنا، او قبل الاختبارات كمان نهتم بان سير الدينامو مشدود، لان السير ده لو مش مشدود كويس الطاره بتاعت الكرانك او الهواء بتاعت المحرك مش هتشتغل الدينامو كويس، وبالتالي مش هيشحن او شحنه هيبقى ضعيف مش بالمستوى المطلوب. فدايما نتاكد ان هو مشدود، طبعا بطريقه التاكيد اللي انت بتضغط على نص المسافه ما بين الطاره بتاعه المحرك والدينامو، بتضغط عليها بنص سبوع الابهام، المفروض بتنزل 1 سم بقوه ضغط حوالي من 8 ل 10 كيلو، المفروض بتنزل 1 سم، يبقى كده الشد مظبوط. طيب اول حاجه بقى هنبدا نفتح الكبوت العربيه. طبعا البطاريه ليها زي ما احنا فاهمين لون احمر وازرق، يعني موجب وسالب. احنا هنستعمل قلنا الافو، هنجيبه على ال20 امبير، ال20 فولت. طبعا لازم يكون طبعا الافوميتر سليم كله، اعطيني كده اصفار. لما نبدأ نقيس هنقيس أول خطوة والعربية واقفة خالص، هنحط طبعا اللون الأحمر مع الموجب واللون الأسود مع السالب. المفروض البطارية الجديدة السليمة 100% تديني 12 فولت و65 من 100 أو 60 من 100، 6 من 10 من الفولت يعني، دي كده تبقى سليمة تماما.
في الجدول ده بيبين لنا كده كده ايه حالة شحن البطارية، والبطارية العربية واقفة، يبقى الجدول زي اللي فوق ده. طيب تمام، أول خطوة تمام خلصت، نبدأ نشغل بقى العربية. اللحظة بتاعت المارش وهو بيسحب من البطارية المفروض ما تنزلش عن 10 فولت، نزلت أقل من 10 فولت يبقى معنى كده إن البطارية بدأت تضعف، بدأ احتفاظها بالأمبير اللي جواها والفولت اللي جواها يقل. البطارية وهي جديدة بتلاقيها لما إيه تسحب منها تشغل المارش تلاقيها نزلت ل 11 فولت، هي بتبقى 12 مثلا 12 ونص تنزل ل 11، يبقى كده في طاقة جواها. نزلت 10 مسموح بيه، يعني نص نص كده. نزلت أقل من كده بقى يبقى بدأت تضعف، يبقى إحنا إيه نبقى نخلي بالنا بقى عليها وعيننا عليها. دي تاني حاجة. نشغل بقى ونشوف، المفروض هنا بقى الدينامو يبدأ يشحن. المفروض بيديني في حدود من 13 و7 من 10 من الفولت ل 14 ونص، 14 و6 من 10، ما يزيدش أكتر من كده، لأن أكتر من كده بقى هيبقى شحن زايد، يبقى في مشكلة بقى في اللي هو بيتقال عليه بالبلدي الكتاوت، بيشحن زيادة. دي طبعا في العربيات الحديثة اللي فيها أجهزة كمبيوتر ممكن تبوظ لنا الدنيا. القياس اللي بعديه، اللي أنا أشغل الإضاءة العالية، تكييف لو فيه، الفلاشر، الكاسيت، نشغل كل أجهزة العربية. المفروض هي عطيني مثلا 14 و3 من 10، لما أزود الأحمال تنزل في حدود مسموح ب 4 من 10 من الفولت، يعني هتبقى 13 و9 من 10. الأرقام كتير بس إيه يعني نحفظها كده أو نكتبها إيه، وطبعا دي بتبقى مش نسب ثابتة، يعني في نسبة سماح 2-3% مسموح بالزيادة أو بالناقص، حاجة بسيطة من الأرقام اللي أنا بقولها، الحاجات دي المثالية يعني. القياس الخامس ده بقى القياس المهم، محدش بيعمله تقريبا يعني، ما حتى متوح الكهربائي ما بيعملوش اصلا، اللي هو قياس الاي سي. ده قياس مهم جدا. البطارية واجهزة العربية كلها زي ما احنا عارفين 12 فولت دي سي، تيار مستمر. الاي سي اللي هو التيار المتردد اللي هو بتاع الكهرباء بتاعت البيت اللي هو 220 فولت. الدينامو وهو بيشتغل بيطلع كهرباء اصلا 12 فولت، او اسف في حدود ال 15 فولت تيار متردد اي سي كده، اللي هو الديود او الموحد او اللي بيتقال عليه السيليكونات بتخلي التيار بقى تاخده، بتخليه من 14 فولت او 15 فولت بتخليه اي سي لدي سي، تخليه خط واحد عشان يتشحن بيه البطارية وبعد كده الأجهزة بتاعة العربية تشتغل بيها مظبوط. ساعات بقى السيليكونات دي بتبوظ أو الموحدات دي، محدش بياخد باله إلا لما بقى البطارية تبوظ والدنيا تبوظ خالص. ده بيتقاس إزاي؟ بنجيب الأفوميتر بتاعنا، أنا هنا عامله على الـ20 فولت دي سي، هنلفه هنا للتيار المتردد اللي هو 200 فولت اي سي. هو طبعا لو اقل من 200 فولت ان شاء الله 1 فولت هيقاس، بس انا بتكلم على جبته على الاي سي. طبعا ده هنشوفه في الجزء العملي بس انا بشرحها لكم دلوقتي نظري. هنحط طرف الاحمر على الجزء اللي في الدينامو اللي هو الموجب بتاع الدينامو، لان الشاسيه بتاع الدينامو ده اساسا السالب او الارضي بتاعه. كابل التخين اللي طالع من الدينامو ده الموجب اللي بيطلع على البطاريه على طول. هنحط الطرف الاحمر بتاع الافوميتر على المسمار ده، والطرف الاسود يتحط على الموجب بتاع البطاريه. كده انا بقيس الاي سي، المفروض ما يبقاش فيه اي سي اصلا، المفروض بيديني زيرو صفار، مسموح لغاية نص فولت
اي سي بس نص فولت، اكتر من كده دخلنا بقى في 1 فولت و2 فولت، بس 1 او 2 فولت يبقى كده الموحدات او السيليكونات دي بايظه، وبالتالي هتبوظ البطاريه، لان البطاريه اصلا بتتشحن بالدي سي او التيار المستمر. دي نقطه محدش بيخلي باله منها. القياس السادس اللي هو بيبقى تقيس جودة الكابلات لنقل الكهرباء. احنا ما بنقيس، بنقيس الأقطاب مباشرة 12 فولت، أو لو اشتغلت يبقى 14 فولت. الأواشيط بالبلدي كده اللي هي ماسكة الأقطاب بتاعت البطارية ساعات بتملح، التمليح ده بيعمل مقاومة، سواء الكهرباء داخلة ممكن أقيس الدينامو زي الفل واقطاب البطاريه سليمه، انما المشكله ان الاملاح اللي بتبقى حوالين الاقطاب وحوالين الاواشيط دي بتبقى عامله زي العزل، زي مقاومه. فانا برضه جايبها في الجزء العملي، لما تتقاس هنقيس بين القطب والاواشيط، يعني لو انا عندي ده القطب بتاع البطاريه والقشاط كده هقيس بالافوميتر هنا وهنا كده، نقيس كده المفروض يديني صفر، ما في، يبقى التيار كله زي بعضه، ما فيش فرق بين التيار اللي على الـ على الـ على القشاط والقطب، بقى كده تمام، ما فيش املاح ولا في اي حاجه. لو 1 من 10، 2 من 10 يعني مسموح بيه، انما احنا لو نقدر طبعا ننضفها يكون افضل. الاختبار اللي زيه اللي انا برضو ده نسيت انا بقى اعمله في الجزء العملي، اللي هو هنقيس الكابل نفسه، يعني هنقيس من اول المسمار الموجب بتاع الدينامو لنهايه القشاط اللي داخل في الموجب، الكابل نفسه هنشوف فيه مقاومه ولا لا، ده ممكن يكون اتحمص بالبلدي، نشف يعني، في قطع مقاومته زادت، المفروض ما يبقاش فيه مقاومه نهائيه في اول الطرف بتاع السلك لنهايه الطرف بتاع السلك في الموجب وفي السالب. ده جزء ده انا ما عملتوش او نسيت اعمله في الجزء العملي يعني. هنشوف دلوقتي الفيديو وانا بقيس الجزء ده اللي انا اتكلمت عنه. الحلقه الجايه بقى ان شاء الله هنقيس تسريب البطاريه، يعني البطاريه تيجي من الشغل وقفتها تاني يوم الصبح تدور تلاقي البطارية نامت، البطارية الشحنة فضت، هنشوف ازاي تتقاس، نقيس الفيوزات ازاي، نعرف مكان العطل فين. احنا الحلقة دي عرفنا العيب حلقة من الدينامو ولا من البطارية، ونشوف الجزء العملي دلوقتي، يلا بينا مع بعض. هنا انا هقيس شحن البطارية قد ايه، والمحرك واقف المفروض يبقى عاطيني 12.5، 12 و4 من 10 المحرك واقف. انا هشغل دلوقتي هنشوف القوه بتنزل قد ايه الفولت. عمل 9.5، يعني البطاريه يعني كفاءتها ضعيفه شويه، بدات تضعف يعني. الدينامو طبعا زي ما احنا شفنا لما اشتغل عاملين لي 14.4 من 10، اهو 14.4 من 10، كويس الشحن ممتاز. هنا هحول بقى الافوميتر للاي سي ونشوف فيه تيار بيطلع متردد من الدينامو ولا لا. هنحط هنا في القطب الموجب بتاع الدينامو اهو اللي هو الغلاف الاحمر، وهنحط الطرف الثاني للافوميتر في القطب الموجب بتاع البطارية. هو الافوميتر واقف على 1 من 10 اصلا قبل ما نقيس، فما فيش اي تغيير، فمعنى كده ان الدينامو بيطلع تيار سليم دي سي. مظبوط كده، مفيهوش اي مشاكل. انا ولعت دلوقتي الاضاءة بتاعت العربية والتكييف، الفولت ما نزلش، فالدينامو بيعوض مظبوط وتمام. هنا بنشوف فروقات الجهد بين القشاط والقطب نفسه بتاع البطارية، سليم مفيش أي فرق بين الاتنين.